اهلا وسهلا بيكم في يونت 3 من كورس سترينث اند كونديشننج، الا وهو بعنوان الماسكلر سيستم. من المواضيع اللي هندرسها النهارده في شابتر 3 بخصوص الجهاز العضلي، زي ما احنا درسنا في اغلب الكورسات اللي فاتت، درسنا ان السكيلتال تكون من اكتر من 600 عضله، وازاي العضلات بتقوم بوظيفتها في تحريك المفاصل بتاعنا. هنا بقى هنضيف حاجه معينه مهمه جدا ككورس سترينث كونديشننج، الا وهي الستريتش شورت سايكلز، ودي مهمه جدا جدا في تحسين الاداء، سواء كنت بتتمرن على باور او بتتمرن على سبيد او بتتمرن على اجيليتي او ايا ما كنت تتمرن. عشان كده اتمنى بعد مشاهده الحلقه لو في اي حاجه مش واضحه تبعتوا لنا على الواتساب كالعاده، واحنا هنرد عليكم على طول في اقرب وقت ممكن. ويلا بينا نبدا الحلقه. المواضيع اللي هناخدها النهارده، هناخد explain the structure and function muscles، هنعرف بنية ووظائف العضلات، و explain how the muscular system provide contractile force to create movement، هنشرح ازاي الجهاز العضلي بيوفر التقلص العضلات وازاي انقباضات العضلات بتحصل. اما رقم 3 هنناقش different type of muscle fiber، انواع الالياف العضلية المختلفة. رقم 4 هنتعرف سوا على العضلات اللي move all the major joints، يعني اللي هتحرك جميع المفاصل، ايه هي العضلات وايه وظائفها. يلا بينا نبدأ الحلقة. في صفحة 26 بيقول لك المسكلر سيستم، او معنى صح عضلاتنا عبارة عن 650 عضلة تقريبا في جسم الانسان، بتختلف ما بين انواع الكارديك السموث اند سكيلتال. في منها الكارديك ماسل، وبيتشكل في عضلة القلب، ودي العضلة الوحيدة الكارديك، وده الشكل بتاعها زي ما هو واضح على الشاشة. اما عضلات السموث ماسلز، دي عضلات بتبقى الخطوط بتاعتها بالشكل دوت، عشان كده اسمها سموث ماسلز، ودايما بتبقى موجودة في الامعاء بتاعتنا والاورجنز، الاعضاء الداخلية جوه الجسم والاوعية الدموية. اما عضلات الهيكلية السكيلتال ماسلز، هي العضلات اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، او هي محتوى الكورس منصب عليها، ودي طبعا اللي بتنتج الانقباضات، سواء الفولنتري اكشن اند ريفلكس اكشن. طبعا كلنا بندرس في كل الكورسات ان العضلات عموما بتبقى فولنتري، يعني عضلات ارادية، بقدر اعملها بطريقة ارادية، عايز ارفع ايدي كده، عايز انزل الايدي، بس اللي احنا ما خدناش بالنا منه ان هي بتقوم بدور ريفلكس اكشن. زي ايه؟ زي ما انا اكون قاعد كده وتلاقي الدكتور النفساني ماسك كده شاكوش خشب وخبط واحد كده في حته معينه على الركبه، تلاقي رجليه راحت فارده ايه لوحدها بطريقه ان كنترول، يعني بطريقه ايه غير انت مسيطر عليها او ان انت عايز تعمل. في حاجه اسمها الوضع التشريحي. الوضع التشريحي ان انا ببقى واقف كده زي ما هو واضح قدامي على الشاشه، دراعاتي بالشكل ده جنبي، والبالمز بتاعتي لقدام زي ما هو واضح كده اللي هي الصوابع. انا بقدر اعمل جميع الحاجات زي الاناتوميكال تيرمز، زي ان انا اخد البلين اوف موشن، زي ان انا اقدر اعرف الماسكل سكيلتال ديفيجن. ودي اللي دايما لما بنيجي بيجي لنا عميل بناخد صور بالشكل دوت، سواء الوضع الامامي او سواء الوضع الخلفي او الوضع الجانبي. طبعا في الجدول اللي قدامنا هنا بعض المصطلحات زي ايه درسناها قبل كده طبعا في جميع الكورسات اللي فاتت، زي superior يعني above a reference point، وinferior يعني below reference point، يعني تحت، superior فوق وinferior تحت، وميديال يعني closer to the midline. ده احنا افترضنا ان ده midline الجسم، في اي حاجة ناحيتها هتبقى ميديال، اما lateral لو انا خارج away of the midline. وطبعا جميع المصطلحات ديت انت اكيد مش هتستخدمها بصفه عمليه في الكورس، بس بتبقى عارفها طبعا، خد عنها فكره واقراها، لانها برضو هتفيدك في بعض الحاجات التشريحيه، زي مثلا سوبرفيشال يعني عضلات سطحيه، نيت سيرفيس تمام من السطح، اما دي بمصل العضلات العميقه زي مثلا روتيتو الكاف بالنسبه للديلتويد شولدر. الماسل اتاشمنتس بيقصد بيها هنا ان احنا عندنا تو اتاشمنتس او تو بوينتس بمعنى اصح، اوريجن وانسيرشن، اوريجن وانسيرشن يعني بدايه ونهايه بمعنى اصح. طبعا كل واحد فيهم مختلف على العظمه اللي هو بيبقى اتاش ليها، يعني على سبيل المثال لو هنتكلم على عضله البايسبس هتلاقيها هنا اتاش في الاسكوبولا مرورا بايه؟ الراديوس.
ليه؟ بعرف المنشأ والاندغام عشان اي حركة تحصل ابقى عارف ان العضلة دي مسؤولة ان هي بتقرب العظمتين دول لبعض، فاوريدي المسؤولة عن الحركة دي هتكون البايسبس مثلا يعني، فبكون عارف الموضوع بمنتهى البساطة. فطبعا هنا اورجن ده التعريف بتاعه اللي هو اتاشمنت اوف ماسل كلوزز تو ذا هيد، يعني اي حاجة قريبة للدماغ او لفوق لاعلى عشان تاخدها قاعدة. يعني لو حد بيسألك ديفرنس بتوين اورجن اند انسيرشن، يبقى اي حاجة قريبة للهيد او للفوق دي اسمها ايرجن. يعني لو البايسبس هيبقى الايرجن بتاعها فوق هنا زي ما هو واضح. اما بالنسبه للانسيرشن فهي اي حاجه قريبه من الفيت، اتاتشمنت اوف ماسل كلوزست تو ذا فيت، ناحيه الرجلين او ناحيه الداون. ايه هو التندون ده؟ التندون ده هو نهايه كل عضله، لا منه هو لحمه صافيه او بمعنى صح عضله، ولا منه هو عظم ناشف، مزيج ما بين الاثنين، هو اللي بيكونكت الماسلز تو بون عشان تبقى لازقه جامد جدا. مش هاجي اعمل بايسبس كده الاقيها في ايدي، عشان كده بيبقى فورمد باي ان ايه، مصنع من تايب اي الكولاجين. طبعا كلنا عارفين الكولاجين هو ماده قويه مكونه للاظافر والغضاريف اللي في جسمنا، وزيها زي الليجمنتس او بمعنى اصح الجوينتس جوه الغضاريف، فان امدادات الدم ليها زي ما بيقول لك كده ليميتد لايف سبلاي، بتبقى محدوده، وطبعا لو ميتابوليزم بيبقى الميتابوليزم بتاعها منخفض تماما زي ما هو واضح كده شكلها. طيب ليه الاطباء دايما يقول لك لو انت عندك اصابه مثلا في حاجه زي كده في تندون او ليجمنت او بعد عمليه انك لازم تعمل ريزيستنس تريننج؟ لان during a resistance training اثناء التمارين بيحصل ايه؟ بيحصل لودد على المكان ده، فبالتالي بيزود الميتابوليزم بتاعه، ودي حاجه كويسه جدا. واما يزيد الميتابوليزم طبعا البلاد سبلاي بيتحسن طبعا بطريقه افضل، فيحصل ايه؟ استشفاء بشكل افضل. والصوره اللي قدامنا ايه؟ بتوضح لك ان الاورجن قلنا فوق والانسرشن بيكون تحت. عشان تفهم مكونات العضلات لازم تعرف ان العضلات بتتحرك او بمعنى صح muscles be activated by nervous system، يعني الجهاز العصبي هو اللي بيخليها ها تتحرك. عشان كده درسنا الاول الجهاز العصبي، من غير الجهاز العصبي خلاص نو موفمنت، زي الناس لا قدر الله بيحصل لها شلل فخلاص اوتوماتيك، ما هو عنده العضله وعنده العظم وعنده كل حاجه بس مش هيقدر يتحرك. طيب عشان نفهم برضو اكتر تشريح العضلي ببساطة زي ما لسه كنا بنقول، زي ما هو واضح قدامنا على الصورة كده، من اول الاتاش في البون من العظم عندي هنا حاجة اسمها التندون، وده اللي لسه كنا بنتكلم عليه اللي هو ميد اوف تايب اي من الكولاجين. بعد كده بتخش في الليفة العضلية، والليفة العضلية عاملة زي قطعة اللحمة بالظبط لما تجيبها تاكلها. لو انت بتاكل كده حاول تركز شوية هتلاقي ان قطعة اللحمة مش حتة صلبة كده، هتلاقي عبارة عن سائل رفيعه رفيعه رفيعه. الحاجات اللي هي ارفع حاجه خالص اسمها مايو فيبرول، مايو فيبرول دي، بس هي مش محطوطه كده لوحدها، ده كل مجموعه من المايو فيبرول كده ها ملفوفه لفه زي ايه؟ لفه الهدايا زي ما بيقولوا، عشان مش تبقى اللحمه كده بتنسل من بعضها وبتقع كده، لا ده العضلات دي هتعمل قوه سحب وبتاع، فلو هي لوحدها كده هتتقطع او تتمزق بطريقه سهله. يبقى بعد التندون هنلاقي في اول غلاف اللي هو لفه الهدايا اللي بنتكلم عليه، اللي فيه منه تلات انواع، ايبي مايسن وبري مايسن واندو مايسن. اندو جايه من الاخر، اخر حاجه خالص قبل ايه ما تخش على المايو فيبرال، لكن ايبي مايسن اللي هو قبل اللي اول لفه قدامنا على الشاشه دي بتحزم المجموعة دي كلها. لو عديناها دي 1 2 3 4 5 6 7 8 ماسكاها، وفي واحد تقريبا 9 ورا احنا مش شايفينها، دي الاي بي ماس. بعد كده تخش على البري ماس اللي هي بتمسك كل واحده لوحدها اللي هي الفاسيكل اللي هي طالعه قدامنا دي، هنا ماسكاها حاجه اسمها بري مايسن، ماسكه كل واحده لوحدها عشان ما تتلزقش في بعضها بمعنى صح، او بمعنى صح نتيجه الحركه ما يحصلش احتكاك ما بين العضله والعضله ويحصل تمزق. الغلاف ده عامل زي كيس البلاستيك كده، كانك ايه مانع الاحتكاك سواء لا عضله بعضله او عضله بالعض. بعد كده بتقسمها بتطلع بقى اللي هي الفاسيكل اللي بنقول عليها دي، ماسكه كل جزء جواها من الصغير خالص ده اسمه اندوماشن زي ما هو واضح على الشاشه. اما لو مسكت بقى المايو فيبرول لوحدها كده هتلاقيها عبارة عن ساكرومير، تقدر تشوف فيه النواة وتقدر تشوف فيه المايوفيبرال وتشوف الحركة اللي بتتم
نتيجة الايه الانقباض والانبساط، اللي هو طبعا لما هنشوفه هنعرف ان هو ما بين اتنين بروتين مهمين جدا، الاكتين والمايسين. يبقى الساكرومير عشان ما ننتهش من بعضينا هو the functional unit of skeletal muscle fiber، زي ما هو واضح كده قدامنا، دي قطعة كأن كده خدت ايه صورة جزئية تحت الميكروسكوب من الساكرومير. الساكرومير هنا بيتحدد ببوردر او بمعنى اصح بحواجز كده، عشان ايه نقدر نعرف الحركه، لان لو درسنا على العضلات كلها مش هنفهم اي حاجه، احنا هندرس جزء صغير نفهم، واللي هيتطبق هنا هيتطبق على غيره. هتلاقي الزي لاين عباره عن ذا اوتر بوردر اوف ساكرومير ذات موف كلوزر توجذر، اهو بيقربوا لبعض نتيجه ايه انقباض الاثنين بروتين اللي احنا قلنا عليهم الاكتين والمايسين، زي ما هو واضح قدامنا على الشاشه. وده اللي اسمه كروس بريدج سايكل، او بمعنى اصح دوره الايه الجسر المتقاطع بيسموها كده، يعني ده بريدج جامد كوبري فبيقربوا لبعضهم. طبعا على قد ما هي سمولر صغيره كده، بس قيس على ذلك مجموعه ساكرومير على حسب طول العضله نفسها، كل حاجه بتقصر حتى ولو ملي ملي ملي، ها هتلاقيها تنتج الحركه اللي انت لما بتيجي تشد عضله البايسبس كده قدامنا، ها ده نتيجه المايسين والاكتين. سلايدنج فيلمنت سيلوي يعني ايه الكلام دوت؟ يعني يقول لك تخيل كده ان المايسين عباره عن الايه الميه، لكن الاكتين هو الايه القارب او بمعنى صح المجاديف، فبالتالي هنا بص هنا بتدفع الميه عشان ده يحرك ويقرب للشط، فاهم الموضوع؟ يعني تقريبا ما بيحصلش ان الطول اللي احنا شايفينه ده بيقصر، لا خالص. بص كده لو ضمناهم في حالة الريست، وبص كده في حالة الانقباض، مفيش حاجة اسمها ان هو يعني طوله مثلا سنتي فالعضلة هتقصر هتبقى نص سنتي، لا. شايفين؟ ده جنب ده جنب ده بيعمل الحركه اللي احنا لسه كنا بنقول عليها، ودي اللي هي اسمها سلايدنج فيلمنت روي، ممكن تيجي لك برضه في الامتحان، هي ذا اكسبلانيشن اوف هاو ماسل كونتراكشن اكر، يعني ازاي بيحصل عمليه الانقباض العضلي. زي ما قلنا اكتين ومايسين، بس استنى، زير ار تو ستيب بيفور ماسل كونتراكت اور ريلاكس، في هنا خطوتين مهمين جدا لازم نبقى عارفين. احنا قلنا الاول بيحصل اكتيفيشن للعضله عن طريق الايه الناقل العصبي، او بمعنى اصح اشاره عصبيه. هنا اسمها ايه عشان تبقى عارف؟ المخ بيدي اشاره للبايسبس مثلا عن طريق حاجه اسمها او ناقل عصبي اسمه الاسيتايل كولين، اكيد سمعتوا اسمه كتير. الاسيتايل كولين دوت بيروح من بلاد الاعصاب، عشان نفهمه كده بقصه بسيطه، لبلاد العضلات، بس عشان يخش بلاد العضلات بيحصل مجموعه